اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله موضوع الحلقه هيكون موضوع مختلف ومفاجاه لكتير منكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فرعون موسى، واسمه هو فرعون موسى او فرعون الخروج. وفرعون الخروج دي اشاره لخروج بني اسرائيل من مصر في عهد الفرعون ده. وحاول العلماء والباحثين والمؤرخين في التاريخ المصري والاديان الابراهيميه ان هم يوصلوا لحقيقه واضحه، بان هم يبحثوا في المعلومات والاعتقادات القديمه، وحاولوا برضو ان هم يتتبعوا الاكتشافات الاثريه، بس كل ده كان ما بيجديش اي حاجه وما بينتجش عنه ان هم بيوصلوا لاي جديد. ومعظم الروايات الفرعونيه القديمه كانت بتشير ان فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني، والملك رمسيس الثاني هو واحد من اعظم ملوك الاسره 19، والاعتقاد ده سائد بقوه بين الاسرائيليين. وفي ناس تانية عندها اعتقاد ان فرعون موسى هو الملك منبتاح، الابن الاكبر للملك رمسيس الثاني، والاعتقاد ده استناد لاول مره ظهرت كلمه اسرائيل في التاريخ المصري في عهد الملك منبتاح في لوحه اسمها لوحه اسرائيل، واللوحه دي محفوظه دلوقتي في المتحف المصري باسم لوحه منبتاح. اما الروايه الدينيه بتاكد ان فرعون موسى هو ملك اجنبي من الهكسوس المنحدرين من بني اسرائيل، وقبائل الهكسوس دي جت لمصر من منطقه اسمها صحراء النقب، وعبروا شبه جزيره سيناء ووصلوا لمنطقه الشرقيه واستوطنوا في منطقه الزقازيق حاليا. قبائل الهكسوس دي وصلت لمصر في عهد الاسره ال 12 من الدوله الوسطى، ووفقا للشواهد والاثار المصريه فان قبائل الهكسوس استوطنت مصر في عهد الاضمحلال الثاني، واللي بيبدا بانهيار الاسره ال 12. وقبائل الهكسوس استوطنت مصر 100 سنة، وفي روايات تانية بتقول قبائل الهكسوس استوطنت مصر 200 سنة. الباحثين في علم الأديان بيأكدوا ان فرعون اسم وليس لقب، وبيأكدوا ان فرعون موسى من الهكسوس، وبيستشهدوا على كده بالقرآن ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان صدق الله العظيم. وهنا بيأكد الباحثين في علم الأديان السماوية واللغة العربية انه ما ينفعش يجي لقب بين اسمين، ربنا ذكر فرعون بين قارون وهامان، فما ينفعش وما يجوزش ان يجي لقب فرعون بين اسمين. في نفس الوقت جميع الأديان بتأكد ان القرآن الكريم هو اصدق كتاب نزل من عند ربنا، نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم هو اصدق كتاب موجود على وجه الارض، فما ينفعش نقول ان القرآن الكريم اخطأ في جزئية زي دي. لكن في بعض الباحثين في التاريخ والمستشرقين المهتمين بالدين الاسلامي بيطرحوا سؤال غريب شوية، والسؤال ده بيقول اذا كان فرعون موسى ملك، فازاي قارون بيسبق اسم الملك في الآية وبيسبق اسم وزيره الاول هامان؟ والاجابة على السؤال ده بسيطة جدا، ان قارون كان بيمتلك ثروات ضخمة بتتخطى ثروات فرعون ذات نفسه، وفي نفس الوقت كان قارون متعين مستشار فرعون في الشؤون الاقتصادية، وبرضو قارون كان بيمتلك حراس اشداء، قوة الحراس دي بتتخطى قوة حراس الملك نفسه. وحسب دراسة للدكتور رشدي البدراوي عنوان من هو فرعون موسى، واللي بيدعي ان هو وصل لزمن تقريبي لليوم اللي خرج فيه بني اسرائيل من مصر، واليوم ده هو 9 ابريل 1495 قبل الميلاد عن طريق طريقة اسمها حسابات التقويمات. ولو اعتبرنا ان الدراسة اللي قام بيها الدكتور رشدي البدراوي حقيقية 100%، فبكده يكون ملك او فرعون موسى هو الملك تحتمس الثاني اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده. ومن الحاجات اللي ذكرها الدكتور رشدي البدراوي تأييدا للنظرية بتاعته هو ان مومياء الملك تحتمس الثاني كان مكتوب عليها وصف لنوع من الامراض، النوع ده بيتسمى باسم الطفح الجلدي، وفي نفس الوقت كانت التوراة بتذكر نوع من ضربات مصر، اسم المرض ده مذكور في التوراة باسم الطفح الجلدي، فده دليل مادي
بيأيد اللي ذكره الدكتور رشدي البدراوي بإن الملك تحتمس الثاني هو فرعون الخروج. وفي نفس الوقت بيذكر الدكتور محمد وصفي في كتابه الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل في الصفحة رقم 156، وبيذكر الدكتور محمد إن الملك أحمس هو فرعون موسى، وهو اللي عذب بني إسرائيل واضطهدهم، وكانت ليه مبرراته السياسية والعسكرية والحربية والاجتماعية والوطنية. وبيقول الدكتور محمد وصفي في كتابه إن الملك أحمس هو محرر مصر من الهكسوس، وكان بيعمل على القضاء على جميع أتباع الهكسوس اللي هم كانوا قبائل جم غزاة من الشرق على مصر، فهو كان بيعمل على القضاء على جميع الأتباع المواليين ليهم، وكان من ضمنهم بنو إسرائيل الموجودين في مصر، أو كان بيحاول على الأقل إن هو يسلبهم سلطانهم اللي وصلوا له بفضل النبي يوسف عليه السلام وبفضل رضاء ملوك الهكسوس عنه، وكان بيذبح المواليد الذكور من الأبناء عشان ما يكبروش ويبقوا قوة تعمل على هدم اللي بناه أحمس من تحرير مصر من الأجانب، وكان بيستعمل بني إسرائيل في بناء المدن، وما كانش من السياسة أبدا إن هو يبيد بني إسرائيل كلهم في نفس الوقت. وبيقول الدكتور محمد إن بني إسرائيل فضلوا في تعذيب بمجرد ما تولى الملك أحمس حكم مصر سنة 1580، وإن ميلاد سيدنا موسى كان سنة 1571 قبل الميلاد. وفي بعض الدراسات التاريخية بتشير إن فرعون موسى كان من نسل الملك أحمس، أو هو الملك تحتمس الثالث، ذلك المحارب العظيم اللي أثاره موجودة لغاية دلوقتي في معبد الكرنك. وأبحاث تاريخية أخرى بيصفها الباحثين التاريخيين بالجدة بتقول إن فرعون موسى أو فرعون الخروج ومن قبله الفرعون اللي عاصر نبي الله يوسف، الاثنين كانوا من الفراعنة أو من الحكام اللي كانوا في عهد الهكسوس، وخاصة من بين الأسماء اللي واردة في ملوك الأسرتين الخمستاشر والستاشر، والأسرتين دول بيعتقد الباحثين بشكل كبير إن منهم الفرعون اللي عاصر سيدنا يوسف والفرعون اللي عاصر سيدنا موسى، خصوصا ان اسماء الاسرتين او اسماء ملوك الاسرتين الستاشر والخمستاشر كانت اسماء سامية، وده بيتفق مع ما ذكر بان قبائل الهكسوس جم من شمال الجزيرة العربية، وانهم من السكان اللي استوطنوا شمال الجزيرة العربية، او انهم من قبائل العمالقة اللي كانوا ساكنين في شمال الجزيرة العربية في نفس الوقت اللي كان حكام الفراعنة بيحكموا مصر في عهد الدولة الوسطى. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا، وهيكون الجزء الثاني من سلسلة من هو فرعون موسى، وهتلاقوا لينك فيسبوك وتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن، منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.